فعلا ترفع القبعة للرجال اللي جابوا حقهم بالقانون، اللي ردوا دمجهم وعراض أمهم وباهم خوتهم عيالاتهم بناتهم وولادهم، عرض العائلة الأزرق من صغيرها لكبيرها ومن كبيرها لصغيرها، من جدودها لحفايدها، كل شيء تضرب ليه العرض. اليوم خدينا حقنا كمنتقدين اللي تضربوا لينا في والدينا، في الأمهات ديالنا، في ولادنا. فلوس كتمشي وتجي، ولكن العراض ودم الوجه هو فوق من كل شيء. احنا عرب والشرف فوق من كل شيء، فوق جميع من الحسابات. خليونا من الحيوط، الحيوط كتمشي وتجي، ولكن كرامة الإنسان والنفس اللي كتطلع فيه هي اللي كتطلع وتهبط. نعطيو تحية وندخلوا الموضوع ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على قناة كونتيس، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الإرضاء ديالكم. ما تبخلوش عنا باللايكات والاشتراكات والتعليق اللي يعجبو المحتوى، على بركة الله. والأم ديالي الناس كاملين حداكم، انا كنطلب من الناس السماحه على اي حاجه. الله يسامحنا في الدنيا والاخره اولادي، انا فرقت القضاء اللي عملت معاه انا قبيحه في الحياه ديالي، يعني المده اللي عشت فيها كامله عصبت اما عمل شي حاجه اللي قبيحه وما رضاش عليا فيها. انا كنطلب من الناس السماحه حداكم كامل. الله يسامحنا في الدنيا والاخره، الله يسامح لها، الله يفرج شقي وغفر به، الله ينقينا من السبول، الله يفرج هذه المناسبة. أنا جبت واحد الكادو بسيط للأم ديالي وكنتمنى يعجبها، غنعطي للأم ديالي الكادو ديالها دابا حداكم كاملين باش تشوفوه، وكنتمنى يعجبها كاملة. كل شيء ديالك غيعجبوك. ودابا قولوا لنا شكون جيعانة، واش اللي هدموا الدار وما هموهاش الثمن ديالهم، مهمهم الثمن ديالها وشحال كتساوي، وما باعوش فيها وشراو، وما باعوش في العراض ديالهم وشراو، ولا اللي ضربوا في العراض ديال الاصل ديالهم وفصل ديالهم وفي خوالهم وعيالات خوالهم وفي الناس اللي مدوا لهم يد المساعده مقابل فلوس الادسنس. شكون دابا اللي شجره اللي عقودها راشيه؟ واش اللي ما كيعقل على يمه ولا على باباه ولا على اصلهم فصلهم، ولا اللي ولادات الولاد والعيالات وكيدافعوا على حقها بالحق والقانون؟ اليوم الحاجه خدات الحق ديالها هي والحاج، اليوم تراكس داس على الدار، الدار باش تحيد ريحه السعيان تما. وكنصح نصيحه اي واحد شاف ترك السعيان دا يلزم شي زنقه ما يدوش منها. الجوع والنوع الحمد لله اليوم غيفتخر عالي بانه خدا الحق ديالو، والحاج بانه دار لادين. قلتو ديروا لادين، الحاج دار لادين، كان دافع تحليله واليوم خرجت ليه، خرجت ليه بهدم الدار وحيد الحس ديال البقبوقه تما بصفه نهائيه. اذا دابا شكون اللي لاصق شكون؟ واش الحاج والحاجه ولا عالي وصال اللي لاصقين فيهم، ولا هما اللي باقين عايشين في الصناقيهم في الاراضي ديالهم؟ دابا حاليا باقين عايشين في رزق الحاجه، الدار فين ساكنين دابا الارض تعطاتها الحاجه هديه لولادها، كان كيصحاب الاولاد كلهم سواسيه. ساعه خساره وخساره، يا ريت الزمان يتعاود اللور كون على يقين بان الحاجه ما كانتش غدير هذا الخطا هذا، ولكن ماشي مشكل، ربما هذاك عقاب ليهم انهم يبقاو دائما عايشين في رزق الحاجه وفي زناقها ويشوفوا الخيال ديالها ويجيهم ربما تانيب الضميع على هادشي اللي يديروا. ولكن هيهات وما هيهات، ما حد المنبطحات معاهم وما حد المحسنات العانسات معاهم اللي كيزندوا العوافي اللي كيزيدوا العوافي. واكبر دليل هو اخر المشكل اللي وقع القاضي ديال الفرنه اللي ما صور احمد، ما صور حتى شي واحد، هما اللي عطاو التصويره قالوا لهم خرجوا، شوفوا روحوا قولوا لهم راه خرجوا التصويره. الى متى الى متى؟ الحمد لله المتتبعين عجبكم الحال، المتقيدين بطبيعه الحال اغلبيه غيعجبوا الحال، ماشي غادي تقولوا لنا حنا ماشي محجار ولا ان ما غاديش نتالموا كنشوفوا حنا واحد الدار كطيح، ولكن ماشي كثر من دموع الحاجه، دموع الحاجه اللي هبطات، دموع الحاجه اللي سالت على ناس اللي ما كتعرفهمش اللي كانوا كيضربوا لها في العراض ديالها ليله نهار، ويصال لي العراض ديالها كيتضرب ليله نهار، والاب ديالها والام ديالها والعائله كامله. فعلا علي كان كيقول الوصال صبري وصبرات ونالت، صبرات وربي تيجازيها، وباقي مفاجات ان شاء الله اللي غادي تعجبكم كاملين.
النهايه ديال البقبوقه صافي فينيش، ما تبقاش تحلم البقبوقه انها تمشي في دوك الزناقي ولا فيها شي نفس. واش بنادم تيقول لك عطيني اتساع، ما بغيتش الحس ديالك النسمه ديالك انك تضرب وانت لاصقه فيهم لاصقه. علاش باش تطلعي الادسنس على الظهر ديالهم؟ خوتي خواتاتي اتراكس اليوم نهايه ديال الامل ان تريك السعياني مشيو تما فين كحربش اللي كنتي كتقول ولو بعد 20 سنه ما غيكونش الافرار فينك يا ام الحرامي اللي قلتي بانك انت غتجيبي ولدك وغتوقفي فراس الزنقه في الشارع ونهار الافرار وغتطالبي بحق ديال ولدك؟ فينك من قلتي على الناس بانهم مجواعين ليردموا الدار مقابل العرض ديالهم اللي ما كيسواش بمال الدنيا ولا الدين؟ حاجه كانوا كيسولوها كيقولوا لها مريضه، كتقول لهم مريضه ما حد السعيان باقيين تما، جبرتي يا البقبوقه وطلعتي السما وحسبتي راسك انت يا فرعون، ولكن عرفي بانك يا الله سبحانه وتعالى فوق منك وفوق من خوتك اللي طغاو وتجبروا على هاد العائله ونكروا يد الخير اللي تمدات لهم. شدات لك وصل وصال وصال فقط مدات لك يد الخير، عاوناتك لا انت لا خوتك، خرجاتك من الحفره اللي كنتي ساكنه فيها وكانوا الطوبات كيلعبوا عليك فوق راسك وانت قلتيها بفمك، ولكن باش جازيتيها بالاعراض ديالها تضربات لها، باش جازيتيها بالسبان والمعيور اللي باقي خوك اليومين هذا، وانت حمو باش جازيتي عمك اللي جمعك من القهاوي من بعد ما كنتي كتخدم كارسون فيها وعاونك ودارك في كتافه وكان كيشكر فيك، وهو انك صدمتي عليه وصدمتي على العرض ديال مراته وعلى ديال بناته. واش هذا هو الجزاء؟ اليوم اخوتي التراكس، اليوم داس التراكس اخوتي، اليوم حق جميع المتتبعين اللي تسبوا. كيقولوا المنبطحات لا ياخذ الحق، وربي كياخذ الحق وغيخرجوا اليوم تيبكيو. عارفينكم غتخرجوا كتبكيو، عارفينكم بانكم غتخرجوا انكم تقولوا بانهم ظالمين. لا لا، ربي ما تيبغيش الظلم، وكو كانوا ظالمين كون ربي بين فيهم البرهان، ولكن ربي كيزيدهم من يقول كل نهار غينا على غينا على غينا، وكنا كنختاف تنفتخروا بهم بحكم انهم مرضيين، وحنا دائما دافعين على هذا الموضوع لان مرضيين وكنبغيو المرضيين. والحمد لله عمرنا تقلبنا، عمرنا قلبنا وجهنا باقي نفس باغتنا، ونهار نشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك غنخرجوا وغنجاوبوا، ونهار كنشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك كنتكلموا وتنحطوا النقط على الحروف وكنزيدوا القدام، لان ندوروا 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 جميع كاينه واحد النقطه ديال الالتقاء بيننا حنا كاملين، وهي لا للعقوق. وما حد حمو والبقبوقه تيضربوا في الوالدين، تيضربوا في الجدود اللي جدر لولادك الجدر تيقولوا عليه راشي. ايوا دابا امه الحرامي شكون اللي جدر راشي؟ واش اللي عندها الرجال وقفوا جابوا لها الحق ديالها بالقانون، ولا اللي باهم باقي ما طلوش عليها واخا هي ولدات؟ واش دابا؟ المهم خوتي خواتاتي كان هذا هو الفيديو ديالي، وغنقول لكم دمتم في رعايه الله، تحياتي من قناه كونتيسه.